وبدات لاباس عليكم؟ هانيه كل شيء بخير، اموركم بخير وعلى خير. المهم كي داير مع هذه الحراره الجو؟ لقيتوني بحراره، جيت انا كنت خارجه، المهم جيت نتغدى وجيت صراحه الموت. الله يكون في عون الناس في مراكش. المهم المدن الاخرين تتكون فيهم الحراره، ولكن اللي كيكون عندهم البحر ولا شي حاجه كيكون شويه مخفف، ماشي بحالنا حنا مراكش. المهم السخونيه جويه الحراش. دابا كنت خارجه نتقدى وراه عرفتي البنات، راه عرفتي وجهي شاعله معاه العافيه، داكشي علاش بغيت ندير واحد الوصفه اللي فين ما خرجت كنديرها، والحمد لله وفقت لي وجهي صافي كتحيد ليا، يعني الا شدت فيا الشمس في حنكاتي ولا انه تغير لي الوجه ديال اللون ديال البشره ديالي كندير هاد الوصفة. صراحه سهله، مكوناتها سهله، وما تنساوش حتى رجالاتكم ديروها لهم. صراحه عرفتوا مع الموتور الراجل كنديرها ليه، كي حراره الموتور وداكشي ديما كنديرها ليه في وجهه، وكتحيد لي هذيك الشمس اللي كتكون ضاربه ليه في وجهه بزاف. البنات كيف قلت لكم هذه الوصفه صراحه زوينه تليق لكم نتوما ورجالاتكم، المهم حتى انا كنديرها لراجلي عرفتوا مع الموتور اللي خصوصا كيمشي في الموتور بزاف، كتكون تتشد فيهم الشمس ديروها لهم، كتحيد لهم ديك الكحوليه اللي كتكون بزاف في الوجه خصوصا في البلاصه اللي تكون فيها المناطق اللي تكون فيها من الحراره. المهم البنات قبل ما نبدا لكم الوصفه بلا ما نطول عليكم، لاول مره كيشاهد القناه ديالي مرحبا والف مرحبا، ما تنساش الاشتراك في القناه امرا فضلا، قلت لكم امرا المهم فضلا وليس امرا، وبالضغط على اللايك الا عجبكم الفيديو والبارطاج البنات عافاكم، ما تنساونيش بالبارطاج. وصفات زوينه وغادي يفيدكم وسهله، يعني انا يعني بالخصوص ما كنبغيش ندير لكم شي حاجه مكلفه اللي ما تكونش، يعني شحال من واحد ما يكونوش عنده المقادير، كندير لكم شي حاجه سهله واللي غادي تفيدكم. شكرا بزاف للمتتبعين ديالي على هضرتكم الزوينه، على كنحماقوا عليك، على كنموت عليك، حتى انا كنحماق عليكم ربي اللي عالم، كنحماق عليكم وكنموت عليكم وولفتكم بزاف بزاف بزاف. شكرا للمشاهدين ديالي كاملين، شكرا للميمات الناس العيالات الكبار اللي كيتفرجوا فيا، الله يكبر بكم. واحد المتتبعه حتى هي من الجزائر، جوكر جوكر سميتها جوكر، قالت لي عافاك تبقى هي تبان لنا، قالت لي راه كنشوفك يعني كنبتسم يعني بشوش وجهك، شكرا لك الله يكبر بك. هذا هو الهدف ديالي والله القسم، الا كنبغي ديما نعطيكم الطاقه الايجابيه وتشوفوني ضحكه، ما عنديش مع انا دائما دموع. المهم تلقوا هاد السرحيه. يلا البنات ما نطولش عليكم، واخا ما كنسخاش بكم، يلا ندوزوا الوصفه ومن بعد نرجع معكم. كيف ما تشوفوا معايا بالنسبه لمكونات الوصفه اللي كنحتاجو، المهم خاصهم يكونوا كاملين ما نقصوا حتى شي حاجه منها. المكونات اول حاجه البنات ملعقه كبيره ديال النيدو، المهم النيدو ولا الحليب المجفف اللي عندكم، المهم استعملوا نيدو من الاحسن، ملعقه كبيره ديال النيدو. المكون الثاني البنات هو الميزينا او النشا، البنات زوينه النشا بزاف الوجه، التبييض للوجه عرفتي وترتيبه، خصوصا البنات اللي كيكونوا كيحسوا بان وجههم تيكون شويه حرش ليهم، زوينه للترتيب تديريها بوحدها يفضلوا مسوس، زوينه للترتيب. كيف ما كتشوفوا معايا البنات كنديروا ملعقه كبيره ديال النيدو، ملعقه كبيره ديال النشا، وكنزيدوا مكون اخر وهو الدهن الطبيعي، نديروا ملعقه كبيره، انا درت البنات ملعقه كبيره، نتوما الا بغيتو ديروا كونتيتي قليله ماشي مشكل، انا درت ملعقه كبيره حيتاش غادي ندير منها وغادي نخلي المسيو، غادي نخلي زماني. صافي البنات المكون الاخر البنات هو ماورد، الماورد يكون ماورد المزيان، والاحسن تكونوا ديما كتحطوه في الثلاجه، بالنسبه لي انا البنات ديما ماورد كنديرو في الثلاجه، منها كيبرد لينا البشره، منها كيشد الفعاليه ديالو، نديرو حتى هو جهد ملعقه هيت غيورا البنات باش ما يجيناش المكونات تجينا جاريه. من بعد كنخلطوا هكا المكونات حتى كتشكل لينا كريمه، الا ما تشكلات لكمش البنات كريمه عاودوا زيدوا شويه ديال الماورد حتى كتحسوا بالكريمه بحال هكا ولات رطبه، يعني تجنسوا مع بعضياتهم النشا ونيدو ودانون السوس وماورد. بنات هاد الوصفه ماشي رائعه، شي حاجه فوط رائعه، تحيد لك الكحوليه اللي كانت كذا اشعه الشمس، كتبيض البشره، كتحيد النمش والكلف، مكونات ما كاينش شي بيت ما فيهش النشا وما فيهش نيدو وما ورد. غادي تزيدوا مكون يعني دانون مسوس موجود لينا في الحانوت، يعني ممكن هاد الوصفه تلقاي بزاف الناس تياخذوا هاد البوماده ديال الشمس، هاد الشمس والله القسم البنات شتي بهاد المكون اللي درت
يعني ما باقي كاع تحتاجي هذاك الباقي ديال الشمس، تمشي عادي تقضي غرض، جي ديري هذه الوصفه وتهني. بالنسبه للوصفه اللي كانت عندك كثيره البنات تحتاج 3 ايام، تخليها في الثلاجه مده ديال 3 ايام، من بعد ديري واحد اخر. صافي البنات، من بعد ما هكا شوفوا كريمه هكا تتولي كريمه، يعني تجلس وما تبقى ليناش هكا حرشه، تجلس لينا بحال هكا. من بعد البنات ندوزو نديروها ابليكيوها في الوجه ديالنا. صافي البنات، من بعد ما تكونوا غاسلين وجهكم، يعني كل ما يكون عندكم لا ماكياج لا والو في وجهكم، صافي كتاخذوا اللي بيديرها بيديه يديرها. المهم اليوم حنا نتشيكو شي شويه. البنات عرفتيها كتحسوا بها هكا كريمي، ها كيف وريتكم، ما تكونش عندنا قاسحه. صافي من بعد كتبقاي تديريها في وجهك كامل، عرفتي كتحسوا بواحد البروديه في وجهكم. هانتو خصا البنات كيف ما شفتوا معايا انا كنت في الشمس، عرفتي راه وجهي راه تشوط ليا، كنحس تيزنزل ليا بالسخونيه. صافي كتديروها في وجهكم كامل. غادي ندير منها انايا، وكقلت لكم غادي نخليها لراجلي باش نديرها ليه حتى هو، عرفتو كيجي مع الشمس بالموطور كيولي ليه حتى هو شاد فيه الشمس. صافي كنديرو نضاطر كاع، انا غادي نخليها البنات في وجهي وغادي نمشي ندير شغلي ونشقى اشنو غادي نشقى حتى تيبس ليا في وجهي علي، من بعد نحيدها وغادي تشوفوا البنات الفرق كي تتحسوا بوجهكم. اصلا عرفتي راه رطبه، شتي لنا شكي قلت لكم البنات هي بوحديتو وكيرد لكم وجهكم رطب بحال ديال الدراري الصغار. من الاحسن البنات كي قلت لكم كي تجيو من الشمس تديروها، ما تخليوش زعما حتى الليل ولا تقولوا بلاتي حتى نسالي هذا الشغل ولا نسالي شي حاجه اخرى. المهم حتى تجي، كي تجي راسك هو الاول ديريها ليه وجهك. صافي سيري قدي شغلك. صافي البنات كي قلت لكم الوصفه كتبقى 3 ايام، الا بغيتي تبقاي تخليها في الثلاجه 3 ايام من بعد ترميها. المهم من الاحسن تديري كونتيتي هي قليله، كيف ما شفتوا البنات تتولي كريمي، كتحسوا بوجهكم كيبرد. كي قلت لكم مع الحراره وجهي كان تيزنزن، دابا كنحس به تيبرد. صافي غادي نخليها البنات ما نطول عليكم، غادي نخليه حتى يبس ليا مزيان، غنمشي مقديش غالي ونشوف اشنو غادي ندير، غادي نرد الغدا ومن بعد البنات نرجع معكم. المهم غادي نبقى بحوايجي باش نكمل معكم لا فيديو. يلا البنات هي تنشف ليا ورجع معكم، عرفتي بعدا عرفتي والله القسم ما كذبت عليكم الا كنحس بواحد البروديه في وجهي. والله البنات راه الا كان وجهكم مرتاح راه كتحسوا حتى نتوما بالراحه، ولا كان شي حاجه في وجهكم. شوفي فاش كنديروا تنمشيو شي عرس وكنديروا الماكياج كنحسوا، خصوصا اللي ما نمشي الماكياج غادي يكون تيحس بهذه القضيه. الا مشيتي شي عرس ودرتي الماكياج يعني طرو شارجي كتولي كتحسي بوجهك بحال لا ثقيل عليك. هكاك دابا فاش كنت انا في الحراره وجهي عرفتي تشمش ليا بزاف، ودابا فاش درتها عرفتي رطب عليا، عشق دابا هي شي نعسه من هذا لا والو. المهم البنات تنشف ليا الوصفه ونرجع معكم باش نختم معكم الفيديو. البنات صافي انا رجعت معكم كيف ما كتشوفوا معايا. صافي مشيت قضيت شغلاتي، قضيت داكشي كاع اللي بيت نقضي، جفيت وها نتوما يبس ليا في وجهي كيف ما كتشوفوا. صافي كتبقاي تدلكي هكا بشكل دائري، يعني كتدوري مزيان في وجهك بحال هكا بشكل دائري كامل الوجه ديالك. صافي من بعد كتغسليه وغادي ندير ليه ماورد البنات ونرجع معكم، نغسل وجهي ونرجع معكم. البنات صافي كيف ما تشوفوا معايا من بعد ما غسلت وجهي، هانتوما البنات غسلت وجهي والله القسم ما دايره شي حاجه، كيف ما كتشوفوا معايا والو ما دايره، غسلت الوجه ديالي. صافي غادي ندير ماورد هو اللي غادي نضلغ به، والنهار كامل غادي نضل لا ماكياج لا والو. كي تنقول لكم ديما ماكياج ما عنديش معاه ما كنديروش بزاف. صافي غادي ندير، شوفي راه مجمده هذه ديال الطماط بارده. المهم غادي نبرد بها هكا، غادي نبقى نديرها على وجهي كامل وغادي نديرها. صافي البنات هادشي اللي غادي ندير، وكتحسي بفرق كبير، فرق كبير عرفتي، يعني كي كان ليا مزنق وكي كان تيحرقني. المهم كتحسي ببشرتك رطبه، ويعني هذيك الكحوليه ما بقاتش، يعني الا جربتيها كل خطره. البنات هانتوما فين ما كنتو خارجين ما خاسرين والو، خليو هاد المكونات عندكم في الثلاجه، فين ما خرجتو وحسيتو بالحراره ضرباتكم في الوجه ديالكم ولا يعني تشمشتو نيت بالمعقول، صافي تديروا هاد الوصفه راه طبيعيه وحسن من كاع داكشي ديال لا فارماسي وكلشي.
طبيعي كديرها على وجهك وكتكوماجي بها وجهك وكتبقاي النهار كامل وكتحسي بحال دايره انك داير. ها نتوما كيف ما تتشوفوا معايا والله القسم قلت لكم الناس ما دايره حتى شي حاجه لوجهي كيف ما تتشوفوا. ها يعني وجهي طبيعي ما دايره ليه والو. هذا الماسك غسلته دابا قدامكم صافي وغادي ندير له ماورد. ماورد باقي ما درتو غنجي نديرو دابا صافي وغادي نمشي نقضي داكشي اللي باقي غادي نقضي مع وليداتي. نتمنى البنات يعجبكم لا فيديو ديالي اليوم اللي كنبغي نشاركو معكم. ما كنت كنبروغراميا انا غادي نصوبو ولكن قلت مادام كندير شي حاجه انا استفدت منها وكنديرها اجور يعني ما مره ما جوج حيت ضروري يوميا خاصني نخرج نقضي شي حاجه عرفتوا مع الوليدات وداكشي ضروري كتخصك هادي كتخصك خصوصا هنايا السوق حدانا وبزاف الحوايج واخا ما كنمشيش على رجليا. المهم عرفتوا ملي الطوموبيل كتعكزهم كتعكزني الطوموبيل ضروري خصني انا نمشي للمرجان واخا البنات حدايا هنايا عرفتوا انا اقامه حدا المرجان وضروري تنهز الطوموبيل كنت غادي للمرجان صافي. البنات ما سخيتش بكم نتمنى يعجبكم ويرقكم لا فيديو ديال اليوم. تابعوا هاد الوصفه ديروها مرارا يعني بقاو تعاودوها وتشوفوا البشره ديالكم كي غادي تولي. الا عندكم حروقات بالنسبه للبنات بزاف قالوا لي متبعيني ساكنين في الباديه وقال لك تيعاني من حروقات الشمس عرفتوا برا كتكون الحراره قويه. البنات ديروا هاد الوصفه بزاف ديال المتتبعين كاين واحد المتتبعه سميتها حسنة وواحد المتتبعه اخرى ما عقلتش على سميتها كانوا قالوا لي ساكنين في النواحي ديال اكادير ولا ما عرفت. المهم مهم في الباديه وكيعاني بزاف من الشموشيه يعني هما عرفتوا مع البقار وداكشي تيكون عندهم اشعه الشمس بزاف تيخرجوا لتما تيعانوا من الحراره. البنات ديروا هذه الوصفه اللي قلت لكم فين ما رجعتوا من ديك الشموشات اللي كنتوا فيها ديروا هذه الوصفه ديال لوباف ديالكم ما تعرضوش بزاف لاشعه الشمس فاش ديروها ورحموا عليا وشكروني. نتمنى يعجبكم لا فيديو البنات ما كنسخاش بكم راه كافيه كتب حيت راكم فرحانه فاش كنت نهضر معكم. بارطاجيو هاد لا فيديو غادي يعجب بزاف ديال الناس بغيتكم توصلوا ليا بزاف ديال اللايكات وتبارطاجيوه مع الناس وبزاف ديال الهضيرات الزوينه منكم. موحى لكم فيديو جاي ان شاء الله.